فهمتي. والفلسفه قرينا الفلسفه، والمغرب كان دايره غير تغربيله، المغرب كان ديال الفلسفه غير واحد الوسيله باش قنطره تيغربلو عباد الله، ولكن المغاربه قافزين ولاو كيتبناوها. كانت الفلسفه سميتو المعنويه، كنا نقراو على الديكتاتوريات، كنا تنقراو على فيت سيمون فريد، تقراو على دوركايم، كتقرا هيجل، كتقرا على كانت، كتقرا على فرانسيس بيكون الفرنسي، كتقرا كتعرف شنو هي الوجوديه، كتعرف كتقرا على الفلسفه الاسلاميه هذه التهافت التهافت بن رشد. واعي حنا كتخلع حتى كتسمع الفلسفه هذه اشكاليه، كطرح اشكاليه وعندها منهج ديالها خاص، عندها طرق اللي يمكن كيكون فيها الجراه. هذا الفيلسوف ديما تيكون عنده الجراه والشجاعه كيطرح اشكاليات، كيطرح تساؤلات وتيكون صريح. الفيلسوف سقراط كان يوقف حدا المرايا وتيقول انا الشيء الذي لا اعرفه انني لا اعرف شيئا، ما كايناش معرفه مطلقه. الفيلسوف اللي قراني علي سامي النشار الله يرحمه، المصري اللي كان فيه جمال عبد الناصر، كان في الرباط خدا طلب جوج اساسي، كان استاذ تاعي الفلسفه، كان استاذ من الاساتذه العباقره ديال التوب ديال. شكون اللي تعرف نجي محفوظ؟ شكون نجي محفوظ؟ هذا الروائي المصري تكتب روايات واعره، انت بدات كترجم اللغات عاد خدا بريد نوبل. البريد نوبل في الروايه نجي محفوظ المصري، انا مقرر ديال البكالوريا من 75 76 77 الى باقا يمكن زقاق المذاق ديال نجيب محفوظ. ونجيب محفوظ كانت عنده واحد البانوراما كيفاش كان تيكتب، كان عنده كتب كثيره. بغيت تكتب اللغه العربيه، قرا 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 لك مضيف، قرا المغاربه الروائيين بحال مثلا شكون اللي تعرف فيكم محمد الزفزاف، عنده واحد الروايه سميتها المراه والورده، اول كازا. شكون اللي تعرف فيكم عمرو قلم محمد الزفزاف؟ انتما كتعرفوا ابيكو امينيم وبيك الباور عنده خصو فيها البرص، هادشي اللي الثقافه ديال صاب عارف لك والو والله العظيم يا اخوان. واش كتعرفوا صاحبي بان المغاربه تفوقوا على المصريين في المناهج، على المصريين والشرقيين والعرب؟ والله العظيم لا جامعه كليه الاداب يعني الجانب ديال، والله الا كليه الاداب والعلوم الانسانيه بالرباط هي جامعه محمد الخامس، لا فيها التوب ديال لي بروف ديال لي بروف اللي ما كاينينش في هارود. عبد السلام العبد العالي عنده تخصص فلسفه وعنده فيزيك شيمي، سالم يافوت تخصص فلسفه فيزيك شيمي، احمد بوسفور عطاته جائزه الادب قال لها الدوله ما كتعرفش الادب رفضها، والله اخو مخلوي احمد كان كيقريني الروايه، احمد بوسفور عطاته الدوله جائزه الادب المغرب ما بغاش ياخذها، قال لهم يضحكوا علينا واش الدوله كتعرف الادب، الدوله الزروطه ناس واعره وفيها فلوس. هذيك كتعرفوا ان الوحيد في العالم العربي اللي استطاع يترجم كتاب ديال الفرنسي لوران بارت الى اللغه العربيه هو الدكتور محمد برادة. دكتور محمد برادة عنده واحد مجله اداب، هو استاذ جامعي جامعه محمد الخامس، كيدرس روايه شكسبير، التخصص ديالو الروايه خاصة شكسبير، كيعطي شكسبير في الامتحان عطيه مزير في النقاط، كيعطي زيرو زيرو جوج ثلاثه بقى يتسال محمد برادة، وهذا الوحيد اللي ترجم كتاب ديال الخبز الحافي للغة العربية حتى هو كذلك. هذا الخبز الحافي ديال الروائي محمد شكري طنجاوي لو باني، هذا تكتب بالانجلي في الاول، كتبوا هذاك باول الامريكي اللي كيعيش فرنسا، والطاهر بن جلون الروائي المغربي اللي تيعيش في فرنسا كيكتب بطريقة ديال الدارجة، تترجم الدارجة العربية ستيل ديال رواية سميتها حرودة الرودة ياك. هذا ترجم الكتاب الخبز الحافي للغة العربية، ترجمه للفرنسية. وبرادة كان رئيس كان اتحاد، كان مؤتمر ديال اتحاد كتاب العرب، مؤتمر اتحاد كتاب العرب كان فاس، هذاك زكريا اللي عنده طبعة ديال بيروت، يعني مجرد غنوصل لبيروت غادي نترجم هذا الكتاب العربية. استنى شهر
سيبتي رسالة طالب الجلود اللي في الدول الكتاب اللي ما قدرش نترجم لأن الدول العربية هددوه شي رؤساء. الوحيد اللي غادي يترجمه هو محمد بلاط غادي يحيد منه شي حاجة. الأمازيغ ما بغاوش يترجم الأمازيغية لأن محمد شكري تيهضر على الإباحية اللي كان كيدير العادة السرية بزاف ديال الحوايج. السيرة الذاتية ديالو السيرة الذاتية اللي كتبها بول وأي مغربي يكتب السيرة الذاتية ديالو تكون الطوب والله. أي مغرب أي مغربي يعاود كيفاش كان في الجامع سيد دبان شي نهار سر شدو الفقيه كيتكبس عليه حيد السروال قلت لك حيد السروال من المسمار لعقتي يقول لك حيد تعاود كل شيء نطير شي وحده خدامه سيرة ذاتية وترجم اللغات. والله اخويا تنجي امريكان معزز مكرم عند اوبرا اي مغربي يكتب سيرة ذاتية ديالو شي دريه كيفاش تفرعات شكون يفرع باها ولا دار لها التويزه وتعاود لهم. والله اخويا تيجيبوها يديروا لها فيلم اي واحد عنده قصه شكون اللي كان تحوي الدجاج وتكلم على الجنس تكلم لهذا الجنس هو كيقول لك الانسان لا يمكن ان يعري نفسه. هذا المصري اللي هو قاسم امين ويكتب سيره ذاتيه ديالو في المقدمه كتب ان المراه لا يمكن ان يعري نفسه. ما بغاش يقول طه حسين ما قالش واش كان كيكفز طه حسين لعبة عنده الايام ياك عنده سيره ذاتيه دارت فيلم ياك امره لان الجنس ما كاينش الانسان اللي ما غاديش الطفوله ديالو حتى غادي يدير واحد الكفيته. والله واخا يكون سيدنا عالي جون جاك روسو شكون اللي تيعرف جون جاك روسو الفرنسي اعتراف ديالو ضرب الدويبه مع واحد دراري صغار قال لي اجي نعبروها كوبيا ذوقوا ضرب الدويبه قالها في الكتاب ديالو اعترافات جون جاك روسو. فالسيره الذاتيه او قفص الاتهام السيره الذاتيه كتقول كل شيء اي حاجه وقعت لك. دابا راه دايرين واحد الدراسه في الجامعه ديال كامبريدج تاع لا ميديسين كيحاولوا كيفاش تفكر تقدر تعقل تاع هذيك 3 سنين وتعقل شنو 3 سنين لا المغاربه عنده عامين تعقل والله العظيم شحال من واحد عقل على الاخوان طيحته وجداه وغادي دير الحمال تحل الحمال وطاع على راسه. النص ديال الشعب ديال المغرب طاح على راسه في السكه ولا في الحمام. والله العظيم كدير داك جده كتبغي اختك الصغيره تبغي تحمك كتجيبك على راسك زاو. والله اخوات نضر معكم معقوله هذا واقع مغربي. دابا ولاو تيديروا داك كيديروا لك على حدا السدره كيدير واحد الكريسي كدير فيه الدري ودير حدا السدره رجيلات حدا السدره لا تدير لكم كاميرا شي واحد المراه شي المراه المغربيه. والله الاخوان غاتشوف المرأة المغربية اللي خصها هي الحقوق. شوف هاد المرأة مسكينة كي دايرة مركبة دري على ظهرها دري ناعس والدري ملي كيدعس كيتقال ياك وهز مع شحال من كيلو فوق راسها وهزها واحد